الرابعة صباحا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. ينطلق اليوم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بمشاركة واسعة من ممثل الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين. وقال مجلس الوزراء في بيان له إنه من المقرر أن يفتتح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فوندرلاين قبل أن تبدأ فعاليات الحدث على مدار يومين تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير. صرح مصدر مسؤول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي. أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مسابقة جديدة تحت اسم سيف ووت لترشيد استخدام الطاقة في مصر. وأوضحت المؤسسة أن تلك المسابقة تأتي في ظل الأزمات العالمية التي تواجه مصر بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة واستمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء. ودعت مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في المسابقة لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستشهد 11 فلسطينيا وأكثر من 40 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح جنوب القطاع. هذا واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاصة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعيات الاحتلال حي الشيخ عجلين غربي المدينة. وصفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالانج موفوكينج ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، وقالت إن جماعات من الناس أبيدوا حرفيا بقطاع غزة، أنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر إلا الإبادة الجماعية لوصف ما يحدث في القطاع. وأضافت أن الناس في غزة يحاولون البقاء على قيد الحياة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله حقا، لافتة في الوقت ذاته إلى أن سكان القطاع تدهورت صحتهم النفسية وأنهم يعانون من صدمة أكثر خطورة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن أكثر من 625 ألف طفل في قطاع غزة خارج المدرسة منذ أكثر من 8 أشهر، مضيفة أن نصفهم كانوا بمدارس الوكالة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالرغم من انتقاد أدائه السيء خلال المناظرة التي خاضها مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وأقر بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولينا الشمالية بأن أدائه خلال المناظرة لم يكن جيدا، مشددا في الوقت ذاته على أنه يدرك كيفية قول الحقيقة. مشاهدينا انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ومن خلال الكيو آر كود الظاهر من حضرتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، أنا محمد أنصاري ودمتم في أمان الله.